رز المشاوي مقاديره ايه؟ بصلايه مفرومه، رز بسمتي منقوع، ورق لورا، قرنفل، حبهان، عودين قرفه، ليمون اسود اللي هو اللومي، مكعبين مرقه، وعندي ميه سخنه، ملح وزيت، واللي بيدي الالوان الحلوه بقى بودره الزعفران. طبعا بودره الزعفران الرخيصه مش الغاليه اللي هي دي بودره الزعفران، ولون احمر غذائي اهم. عايزه تستخدمي واحد بس مفيش مشكله، بس هو ده اللي بيستخدموه بالظبط في المطاعم عشان يديكي الرز الملون اللي بيتقدم مع المشاوي اللي بيعجبكم جدا. بودره الزعفران واللون احمر غذائي، بس هم دول. وهنشوف هنستعملهم ازاي. هنزل بشويه زيت، نهدي النار شويه، شويه زيت حلوين كده عشان الرز يفلفل معانا. وبعدين هنجيب معلقه، بسم الله، وهنزل الاول بالبصلايه المفرومه، بسم الله كده، وهقلبها كده، وهي بتاخد بقى بتشد كده السخونيه بتاعه الزيت. هنزل بكل المقادير بتاعتي، التوابل بتاعتي كلها صحيحه، ليمونتين، كام فص كده حبهان، قرنفل، وبعدين عندي كمان ورق اللورا كده، وعودين قرفه. دي كده المقادير كلها الصحيحه بتاعه الرز. بحط حوالي كوبايتين ميه، وهنزل بمكعبين مرقه، بيدوني طعم الشوربه، والمرقه دي هي دي سر طعم الرز بره. الاقي بس كده المكعبين دابوا مع الميه السخنه دي كده بالشكل ده، والحركه دي كمان بتخلي البصله تستوي اكتر واكتر، ما يبقاش ليها ملامح خالص في الرز بتاعنا. احط شويه ملح كده، ما تزودوش الملح عشان احنا حاطين مكعبين مرقه. خلاص كده المكعبين اللي حطيناهم دابوا معانا، ننزل بقى بالرز، بسم الله، بالشكل ده اهو، والرز ابيض كده زي ما هو. دلوقتي بقى هزود الميه بتاعته، بسم الله. الرز البسمتي لما بيتنقع ما تزودلوش ميه التسويه، ونقلب وكده. خلاص هسيب الرز بقى الجميل ده بالريحه اللي طالعه الحلوه دي يتشرب. وبعد ما يتشرب خالص، دلوقتي بقى هو على نار عاليه عادي زي الرز العادي، بعد ما يتشرب خالص بقى وهاجي اوطي عليه النار، هنعمل بقى حركه التلوين مع بعض ونشوف هنلونه ازاي. الرز اتشرب، والمفروض ان انا دلوقتي رايحه اوطي عليه، هنا بقى نلونه يكمل سواه مع الالوان اللي هنعملها له، اللي هي بقى ازاي. لو تلاحظوا وانا بكلم اميره، اللون الغذائي الاحمر شويه بودر صغيرين، حطيت عليهم شويه ميه صغيرين، وبرده اللون اسمها ايه يا ولد، بودره الزعفران، او بودره الزعفران، لا مش زعفران، احنا مش قد الزعفران، دي بودره الزعفران يا جماعه، دي بودره الزعفران، ركزوا معايا، بودره الزعفران برده، وشويه بودر صغيرين حطينا عليهم شويه ميه ودوبناهم. تعالوا بقى نلون الرز ونسيبه يكمل تسويته. بص يا ستي، بنعمل كده خطوط كده، مثلا بأول لون معانا، ما بحطش اللون مرة واحدة، بنعمل خطوط كده عشان يبقى فيه برضو رزية بيضة معانا اهو. تكاية بقى من تكات الرز الملون بتاع المطاعم بالشكل ده، كل حتة كده، دي كده خطوط ببودرة الزعفران اهي، بس نبينها كده. امتى ده حصل؟ بعد ما الرز اتشرب. ليه؟ علشان اللون يفضل ثابت كده، يقوم الخط بس ده اللي يتلون باللي تحتيه والباقي يفضل ابيض، لكن لو انا لونت من الاول وهو لسه فيه ميه، كل الالوان هتختلط ببعضها. نعمل بقى باللون الاحمر، لوحه فنيه كده، وحله الرز اهو، شايفين ازاي؟ بهذا الشكل. بس الاحمر، اللون الاحمر بس هو ايه اللي ما تزوديش، حاجات بسيطه كده. ادي يا جماعه بصوا الرز اهو بالالوان اللي عملناها. هشيل بقى كل التوابل الصحيحه دي ما عدا القرفه، وتعالوا بقى نقلب بالراحه خالص، بسم الله. بصوا وانا بقلب كده
بخلي كل الرز الالوان كلها تدخل في بعضها اهو بالشكل ده كده. فلفليه بقى كده، ادي يا جماعه رز المشاوي الملون اللي بنشوفه في المطاعم كبيره اهو. ايه رايكم؟ كل رزايه لون، شفتوا ازاي؟ مع ان حركه سهله جدا وبسيطه جدا، بس خليت لي كل رزايه لون. شوفوا، نقدم الرز الاول. شوفوا الرز عامل ازاي، حكايه بالشكل ده. وعلى فكره ممكن يبقى الرز ابيض ومثلا لون واحد من اللونين، يعني ممكن مثلا ما تحطيش الاحمر، ممكن يبقى الرز نفسه ابيض وتحطي بودره الزعفران بس. اهو كده زي الفل، شكل الرز ما شاء الله عليه حكايه.